الريلي ده اللي حضراتكم اشتغلتوا عليه قبل كده في الكباس اللي جربتوا عليه. الريلي ده ليه طرفين بيدخلوا في الكباس زي اي ريلي، ومن ورا في طرف اللي بياخد ايه؟ كهرباء، صح كده؟ فالكهرباء بتدخل هنا، خليك معايا كده، الكهرباء بتدخل هنا اهو، من هنا اهو لملفات التشغيل، وعن طريق الكونتاكت اللي جوه بتدخل لملفات التقويم. فالمصنع لما زود كباستور قام عمل كده، عمل ريلي مش ليه طرف، ريلي ليه طرفين، كويس؟ بحيث اللي بيحصل دلوقتي ان طرفين الكباستور بيوصلوا في طرفين الريلي اللي ورا دول، كويس؟ فدلوقتي بقى بص، لما تيجي تدي طرف كهرباء هنا اهو، يبقى انت كده مدي كده الملفات مين؟ التشغيل على اليمين، الكهرباء عشان تتنقل وتروح لملفات التقويم على الشمال لازم غصب عنها لازم تعدي على مين؟ على الكباستور والكونتاكت اللي جوه، مش كده؟ يبقى دلوقتي لما الريلي لقط الكهرباء تدخل لملفات التشغيل، وعن طريق الكباستور لملفات التقويم يدي شحنات عزم تقويم عالي، القصه اللي قلناها. طب بعد ما كباس يوم الريلي يفصل، يروح الكهرباء تفضل شغاله في التشغيل وتقطع عن الكباستور وعن ملفات التقويم، ده اللي على السبوره، ويبقى كده الكباستور دخل مع ملفات التقويم اول وخرج تاني، ملفات التقويم خرجت وهو خرج. اذا معنى الكلام ده ان الريلي اللي هيركب معاه كباستور متجهز بطرفين من ورا، انما الريلي اللي من غير كباستور بيبقى فيه طرف واحد، وبالتالي ما ينفعش ان انا اركب كباستور في الريلي ده. ده لازم يكون متجهز يعني. مظبوط؟ في نقطة هنا مهمة قوي للفهم. ساعات تدخل على تلاجة ما حدش لعب فيها قبل كده، المصنع بشغل المصنع ما حدش اشتغل فيها، وتلاقي المصنع عامل كده. المصنع اللي عامل مش احنا اللي عاملين. عامل كوبري. الكوبري ده ساعات بيبقى سلك وساعات بيبقى شريحه معدن، المصنع حر، بس الفكره ان في كوبري. يعني ايه المصنع عمله هنا؟ شال الكباستور، قارن كده حضرتك، شال الكباستور وحط بداله كوبري. ليه معنى مهم الكلام ده؟ انا بكلمك على المصنع مش بكلمك على فني عدل المصنع ولا عمل كده. ليه معنى مهم الكلام ده؟ ايه معناه؟ ان دلوقتي لما تيجي انا كواحد بستورد، اجي استورد كباس من مصنع فلاني، اقول له انا عايز الكباس بتاعك، عايز استورد منه كذا الف حته مثلا، فالمصنع يرد عليا يقول لي الكباس بكذا، اقول له لا ده غالي وفي السوق عندنا مش هيتباع كده، السعر ده غالي، فيقول لك ما اصله معلش هو غالي عشان فيه كباستور من ضمن الاسباب يعني، فاللي بيستورد يقول له لا طب يعني بلاش مش عايزينه الكباستور اللي في السوق عندنا من غير كباستور، فالمصنع يقول له خلاص خده من غير كباستور ونرخص لك سعره، تمام. فالمصنع بقى مش هيقعد يصنع كام الف ريلي مخصوص عشان خاطر المستورد ده، لا ده يروح شال الكباستور وعامل كوبري ولاغي الكباستور ويورد الكباس يصدره يعني من غير كباستور. ايه المعلومه اللي عايزين نقولها هنا؟ ان الكباستور حاجه اساسيه ولا حاجه اضافيه؟ اضافيه، لو اساسيه ما كانش المصنع شاله، حاجه زياده، حاجه 100 100 وكويسه، بس لو موجوده اهلا وسهلا، مش موجوده عادي ما فيش مشكله. فهو بيزود عزم التقويم، مش هو حاجه اساسيه. انما في الكباس النص حصان هو حاجة شبه أساسية يعني مهمة جدا يعني، ففي كل الكباسات نص حصان محتاجة كباستور، إنما مثلا التلت الأغلب فيه كباستور بس فيه لأ، الربع الأغلب ما فيش كباستور بس ساعات فيه، الخمس نادر، فاهم الفكرة؟ إن كل ما الكباس كان أكبر كل ما بيبقى وجود الكباستور حاجة أهم. لو الريلي بيسمح يعني نقول صراحة ده كده، لو انا عندي كباس انا دخلت عليه لقيته بالشكل ده ولقيت ان الكباس ده ساعات ما بيقدرش يقوم، ساعات بيقوم وساعات لا، ابتدى يتعب، فيبقى انا الحل في ايدي ساعتها ان انا اشيل السلكه دي واحط كباستور، او كده بصوره عامه. انت بتقول حتى لو محتاج، لا حتى لو مش محتاج الكباس زي الفل ويقوم تمام، يبقى كتر خيرك لو انت ركبت له كباستور يبقى احسن يعني، ده هو المصنع وفر مش اكتر. ماشي الكلام؟ موضوع فلوس. ماشي؟ فيها مشاكل؟ طيب
الكباس الدنفس كنا قلنا المجموعة بتاعته اللي هي النهي العروسة، مش كده؟ فالمجموعة العروسة دي اللي هي ريليو اوفرلود، راكبين في بعض بس مقلوبة عشان كباس ايه؟ دنفس، مش كده؟ الكباس الدنفس النص حصان، الدنفس النص حصان اكيد في كباسته تقويم، ماشي هنقول دلوقتي، بس لا في ملحوظة تانية، بيبقى في اوفرلود داخلي. انا بتكلم على الدنفس كمثال، هو اي كباس ممكن يكون فيه اوفرلود داخلي وخارجي، بس خلينا على الصبورة في مثال معين، كباس الدنفس النص حصان في اوفرلود داخلي، اذا المجموعه دي في النص حصان مش هيبقى بالشكل ده لان اوفرلود خارجي، امال هتبقى ازاي تبقى بالشكل ده؟ تبقى بالشكل ده. ايه رايك؟ ايه الاختلاف بين الشكل ده والشكل اللي على السبوره؟ ان ده ريلي من غير اوفرلود، كان المفروض هنا في اوفرلود، شال الاوفرلود لان الاوفرلود جوه الكباس، ماشي؟ فده دي ما اسمهاش مجموعه، اللي على السبوره دي مجموعه، انما اللي في ايدي دي ريلي. فبلغه السوق عشان يسهلوا، اذا كان المجموعه اللي على السبوره سموها مجموعه عروسه، فالريلي ده بيسموه مجموعه نص عروسه، او ريلي نص عروسه، بيقولوا عليه كده في السوق، نص عروسه مخطوبه، ماشي؟ فيها مشاكل؟ نعم. قال لي تقصد؟ معلش بس يعني احنا بنتكلم على الموجود ايا كان، يعني اصل التلاجات القديمه تلاجه جهاز معمر، فممكن تلاقي كتير تلاجات لا زالت فيها الحاجات دي. اذا كان قصدك قلت قال لك قصدك على الجديد، يعني اللي بينزل جديد ممكن. معلش بنقول ده وده يعني. ماشي الكلام؟ طيب المجموعه النص عروسه او الريلي نص عروسه ده كنا في قصه ثانيه بقى دلوقتي، في كباستور، في كباستور تقويم. فبص حضرتك من ورا هنا، ركز معايا كده، من ورا هنا اهو في طرفين اهم. قبل ما تشوف ال 220 فولت في اي كباس بيروحوا فين وفين، سيبك من اللي انت شايفه في السي والار، السي والار الدنفس السي فين؟ السي على الشمال وعلى اليمين وفوق وتحت. السي راس المثلث اللي هي فين؟ تحت، مش كده برضه؟ والار على الشمال، لا السي تحت والار على الشمال. فاللي انا اقصد اقوله ان انت ما تتلخبطش، يعني هي قاعده عامه ان الكهرباء بتروح للسي والار، السي تحت والار شمال، يبقى خلاص عرفنا الكهرباء تروح فين. في طرفين زياده هنا بقى اللي هم مين؟ الكباستور. انا بقول الكلام ده لسبب، اللي مش يعني تخيل نفسك بتكلم طالب، الطالب لما يشوف حاجه زي كده هيتوه، فانت مش الصح تقول له المعلومه، تقول له هنا وهنا وهنا كذا وخلاص، ما هو يعني هو فهم ايه دلوقتي؟ قول له المعلومه ماشي، بس لازم تخليه هو يستنتجها لما ينساها. انا كطالب انت قلت لي معلومه وفهمتها، بس وقفت قصاد التلاجه نسيتها، استنتجها انا واقف ازاي؟ ان في قاعده عامه الكهرباء بتروح للسي والار، السي تحت والار شمال في الدنفس، في طرفين زياده خلاص، يبقى هم مين؟ كباستور. فبالتالي فبالتالي طرفين الكباستور هيوصلوا طرف هنا وطرف هنا، صح كده؟ تمام. وال 220 فولت طرف في السي تحت وطرف في الار على الشمال.